لو حد شاف في منامه الحنة ومحتار تفسير الحلم ده ايه، يتفرج على الفيديو دوت، تفسير حلم الحناء في المنام لابن سيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد في قناتكم قناة ترند. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. تعتبر الحنة من اكتر الاشياء اللي بتستخدمها المرأة للزينة، وهناك كتير من الانواع والاشكال المختلفة للحنة. يعني الحنة دي ليها اشكال كتير وليها انواع كتير مختلفة، وتفسيرات الحنة بتختلف الرؤية بتاعتها من شخص لآخر. فالحنة في المنام للمرأة بيكون لها تفسير خاص، وبرضو بتكون ليها تفسير آخر في منام الرجل. عشان كده لازم الشخص اللي بيشوف الحنة في منامه لازم يحدد حالته الاجتماعية اللي هو عليها، حيث انه بيؤدي ده بيؤدي يعني الحالة الاجتماعية بتؤدي إلى تفسير خاص. فإن رؤية الحناء عموما بتكون خير. وبعض الرؤية الخاصة بتكون شر، وده اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل. زي ما احنا عارفين ان الحنة ليها كتير من الاستخدامات. المرأة بتحطها على شعرها، وممكن ان هي يعني ترسمها على ايه، على اي جزء من جسمها. كما يوجد البعض بيستخدم الحنة في العلاج من بعض الأمراض. تفسير حلم الحنة لابن سيرين. اللي بيشوف في منامه حنة على الشعر ده دليل على القوة اللي الحلم ده بيكون فيها، وظهور الحنة في المنام دليل على الفرح والسرور والسعادة. وإذا الرائي حلم في منامه إن الحن عنده محطوطة في إيده اليمين، فده دليل على الخير، والحنة في المنام دليل على الكرم، والحنة بتدل على البركة والسعادة اللي بيتحلى بيها الشخص الحالم اللي هو بيحلم. ولو اللي هو الحالم أو الرائي حلم ان الحنة في ايده الشمال، فده ما بيكونش يعني مؤثر حلو، بيكون مؤثر لبعض الاخبار السيئة. وربنا يا رب ما يجيب لناش الا الاخبار الحلوة بس. واذا المرأة شافت في منامها في حلمها ان هي ايه، ان هي عندها حنة، اذا شافت الحنة في منامها يعني عموما وهي كانت مريضة، فربنا ان شاء الله هيشفيها من مرضها في القريب. تفسير حلم الحناء للعزباء. لو المرأة العزباء شافت في منامها الحنة، وشافت الحنة بتغطي شعرها كله، ده بيكون دليل على السعادة والفرح والسرور، وان هي هتتجوز يعني، وجوازها ده يكون جواز ناجح وموفق ان شاء الله. والحنة في المنام للعزباء بتدل على الذكاء وحب زوجها ليها في المستقبل، وإن هو هيتمسك بيها بطريقة يعني كبيرة. ورؤية الحنة على قدم العزباء، يعني العزباء أما تحلم في منامها إن في على رجليها حنة، ده بيكون أو بيدل على إن هي إيه، هتسافر أو حد من قرايبها هيسافر. العزباء اللي بتربي او بترسم رسومات على رجليها في المنام، ده بيكون بشرى ليها باخبار ساره وزواج في القريب العاجل. لو شافت العزباء في منامها الحنه مرسومه، بس مرسومه بشكل سيء، مش يعني مرسومه بشكل مش حلو، دوت مؤثر بان زوجها اللي هو المستقبلي اللي جاي يعني في السكه، اخلاقه مش هتبقى حلوة، هتكون اخلاقه سيئة ومش هيكون مناسب ليها ابدا،
وربنا ما يجيبلهاش إلا زوج صالح إن شاء الله. تفسير حلم الحنة للمتزوجة. المتزوجة إذا شافت في منامها الحنة على رجليها فده مؤشر للحمل والحصول على البركة والخير. الحنة في المنام للمتزوجة برضو دليل على استقرار حياتها الزوجية بشكل كويس جدا وشكل جيد. تفسير حلم الحنة للحامل. إذا الحامل شافت في منامها الحنة ده دليل أو ده معناه إن إيه، هتتخلص من الآلام اللي بتشعر بيها، وإن الولادة هتكون أسهل ما يكون وفي منتهى السهولة، وربنا يتمم لها على خير إن شاء الله، وإن شاء الله نبارك لها قريب إن شاء الله. لو الحامل حلمت إن هي شايفة حنة على جسم واحد، على جسم شخص، ده دليل على حياة جديدة سعيدة هتدوم عليها في القريب إن شاء الله. تفسير حلم الحنة للرجل. لو الراجل شاف في منامه الحنة على شعره فده بيدل على إنه هيحصل على السعادة والرزق. وإذا شاف الراجل إذا شاف الحنة على شعره بس، ده بيدل على ضرورة وفائه بأحد الديون اللي عليه. ولو الراجل شاف في منامه الحنة على لحيته في المنام طبعا، ده دليل انه ايه، ان الراجل دوت هيحصل على منصب جيد في عمله. لو الراجل شاف في منامه الحنة على اللحية بشكل غير منتظم، ده بيدل على ايه، الإصابة بالفقر والعياذ بالله. وياريت اللي عنده اي تفسير يبقى يكتبه في التعليقات، وما تنسوناش بقى ايه في اللايك والشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. وفي النهاية ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.